بس الحاجات الاكتر بقى من المحاضره هي ايه؟ الاكتيفيتيز الريسورسز الحاجات دي كلها. مش هقعد اوزع ورق، مش هقعد اوزع باوربوينت، امال اعمل ايه؟ احطها في سبيس في الاريا، الاريا دي تبقى اونلاين والطلبه يخشوا عندها. فبما ان انا عندي حته اونلاين الطلبه اوريدي عندهم فيسبوك وبيخشوا على فيسبوك يقعدوا يتكلموا مع بعض، فاديهم مساحه يتناقشوا في المواضيع دي مع بعض. اديهم مساحه ان المعيدين بتوعي يخشوا يعرفوا الناس بتفكر ازاي ويصححوا مفاهيم. وانا بعمل ايه؟ مور تيتشنج بس اونلاين. انا لو دخلت اونلاين دلوقتي لقيت مثلا في سبيس والناس كلها بتتكلم مع بعضها، او الناس حاطه هتشوف لازم اسماء، في حاجه اسمها فورم، الفورم ده الناس تخش تقول ايه؟ رايها في موضوع معين، الناس ترد عليها اللي هو المنتديات كوميونتي. فعملت اونلاين كوميونتي، يبقى انا كتيتشر بقى ايه؟ اتغيرت من فيزيكال تيتشر بقيت اونلاين تيتشر كمان، فعملت حاجه ثانيه، فالتيتشر ده دوره موجود، عمره ما هيخلص، عمره ما هينتهي، لكن ايه اللي هيتحسن؟ الكواليتي اوف تيتشر. ليه؟ لان ممكن ادي المحاضره دي ساعه، بقيه الساعتين اللي انا المفروض اقف اتكلم فيهم اعديها اونلاين للبيجامه. انا قاعد فاهم قصدي ازاي؟ at ease at some time ان انا I don't I have to be in another place and so on. تمام؟ الفكره بقى اخر حاجه خالص الحته الاخرانيه خالص هي الحته اللي كلنا فاهمين ان ده هو ده الليرننج، اللي هي ايه؟ ان الطالب يخش يسجل في كورس ويقعد يذاكره لوحده اوتوميتد توتالي اوتوميتد، وبعد ما يخلص الكورس ده يسبميت يقول انت نجحت. This is available also. This is available بس in certain حته سيتي سبيشاليتي سيرتن. يعني لو اتكلمنا مثلا على ايه؟ مواد نظري، فيعني انا محتاج منه ايه؟ ان انا اعمل له سيستم كويس، اتاكد ان السيستم ده ان هو بيتعلم بطريقه كويسه ويمتحنه خلاص وخلصت. مين بيحط السيستم ده ومين بيحط النولج ومين بيحط ده؟ الاستاذ. مين بيعمل ايفالويشن للنتائج؟ الناس نجحت ولا الناس سقطت؟ الناس مبسوطه مش مبسوطه؟ الاستاذ. مين بينهانس الكواليتي اوف السيستم؟ الاستاذ. فدور الاستاذ اتغير من بريزنتر الى ديفلوب، بس دول لسه موجود. طب ايه اللي ممكن نعملها؟ ممكن نعملها في ناس مثلا اكزامبل مثلا جامعه القاهره عاملين الموضوع ده ليرنينج وعاملين طرق تانيه كتير يعني بالفيش والسيتلايت والفيديوهات والفيديوهات بيوزعوا لكل العرب في انحاء العالم اللي عايزين يكملوا الاديوكيشنز بتاعتهم ومش عارفين يكملوها بره عشان اللغه، فبيعملوا لهم حركه زي كده. فاحنا ممكن نعمل حاجه زي كده لبعض الناس في بعض التخصصات. في تخصصات دلوقتي تدمج النظري مع العلم العملي بتاعنا، حاجه زي كده جوده الرعايه الصحيه دي حاجات نظري، زي مثلا اداره المستشفيات، اداره الرعايه الصحيه دي كلها حاجات نظريه. ممكن انا استفيد بايه؟ بسيستم يبقى سبريد اول اوفر ايجيبت اند اول اوفر ذا وورلد بالطريقه دي، وابدا ايه؟ انا اشتهر وانا ابدا اكسب فلوس اند سو. احنا فين بقى؟ بدا كل واحد فينا فين؟ كلنا الطب بنحاول نوصل للمرحله دي، والحكومه البلد كلها عايزه توصل للمرحله دي، السيكاب والبروجرامز بتاعت الجوده عايزين ان احنا نوصل لمرحله ان احنا ننزل الكواليتي، نتغلب على مشكله الاعداد، نحط حاجاتنا اونلاين، نعمل شويه اكتيفيتيز. تمام؟ فكل واحد فينا بقى سامور هنا احنا عايزين نوصل للاندنج ليرننج ده، الليرننج الممسوك بالتراديشنال واي، الفيزيكال واي، الاونلاين. طيب نقطتين مهمين جدا. واحد ده واحد كتاب كتاب وحطه ورا الشاشه ولا ده ايه؟ مش خالص الفكره، مش ان انا اخد اللي انا حطيته واقول له حطه على الانترنت بقى عندي مليار. لا ده بقى نسميه هيوج يو اس بي، هيوج فلاش. لو احنا عملنا كده يبقى بدل ما انا حطيت فلاشه كل حاجه تطلع اونلاين. طب فين بقى الانتراكتيفيتي؟ فين بقى ازاي الطالب عرف يتعلم؟ عرفت صراحه صوت الطالب، خدت اسايمنت الطالب، عملت له اسسمنتس، دي كلها حاجات بلاش علاقه ان انا احط الكود بس. بس دي اول مرحله. المرحله الاولانيه ان انا اعمل ايه؟ احط له ريسورسز. نرجع للديفينيشن اللي احنا قلناه ان انا ببروفايد ريسورسز عشان الطالب ما يدخش بقى بحر الانترنت يجيب المعلومه منين، واتاكد ان المعلومه دي هي قريبه منه. ممكن تديله سايت او السايت ده انا اثق فيه، خش اتفرج على الحاجات اللي جواها هتلاقي الحاجات دي قريبه منه. اديله بيبرز، اديله وثائق. فالاي ليرننج مش بس ان انا احط باوربوينت وانام. خطوه حلوه، ما حدش يقول لي ايه؟ قال لك ما تجيبش باوربوينت، هات الباوربوينت هنحطها خطوة أولانية، وبعدين نبدأ إيه ننهانس عليها زي ما احنا قلنا احنا قدامنا 9 أشهر عشان نخلص النهاردة. خلاص؟ فخطوة أولانية إن الطالب يلاقي الحاجة زي ما اتفقنا دلوقتي. الطالب لما تيجي اليو اس بي وتلاقي عندك 500 فيروس، أنت هتقول له حاجة أونلاين وخلاص خلاص المحاضرة كلها. حاجة تانية مهمة جدا إن الإي كورس، الإي ليرنينج إز نوت أونلي إي كورس، الإي كورس هو الأي كليب أوف ذا أي سكول.
يكون في حاجه بسيطه، لكن ايه الباقي بقى اللي احنا عايزين نعمله بقى للسيميليشن صح المفهوم نفسه؟ يعني ايه يعني ايه كاتش بروبلم؟ يعني ايه اونلاين الكونفرت بالذات؟ امتى اختار ان ممكن يعمل فورمال كويز الشيف كويز؟ الاساينمنتس ازاي اعملها؟ هو ايه كلمه فيكي دي؟ ازاي استخدم فيسبوك في التعليم؟ ينفع استخدم اليوتيوب في التعليم؟ طب اصلا منين السكيورتي برايفسي بتاعت الابلكيشن بتاعته؟ الريكوردز بتاعته اصلا عامل ازاي؟ كل الكلام ده انفايرمنت زي ما اتفقنا اول الكلام كلتشر اتيتيود. لما نفكر في كل الكلام ده مع بعض هنلاقي ان احنا وي هاف عندنا الليرننج كورس از وان اوف ذا ثينج اللي هي باينه قوي ده الليرننج. دول تو فاكتس لازم دايما نخليهم في الحسبان واحنا شغالين. لو بصينا للاي ليرننج انفايرمنت عشان ما اطولش عليكم، الاي ليرننج انفايرمنت في بيلرز كتير قوي مهمه جدا عندنا. واحد منهم التكنولوجي، ان يبقى عندنا حته كويسه نقدر نستلم التكنولوجي فيها، ودي احنا عملناها خالص. زي ما الدكتور ناس قالت وي هاف ا فيري جود اند باورفل تكنولوجي وات ايفر يو نيد تو دو. لو حد فكر مثلا ايه ينفع مثلا بكره اعمل فيديو كونفرنسنج؟ يس بكره ممكن لو حد عايز يعمل فيديو كونفرنسنج. بس السؤال انت عايز تعمل ايه؟ واحد عايز يتعلم ازاي؟ This is a technology. هو انا هعمل شات كويس، انا عندي اعمل لك شات، بس انت عايز تعمل ايه؟ يقول لي علشان انهانس الكولابريشن بيني وبين الطلبه. اوكي يو هاف ذا ريزن اجيب ذا تكنولوجي. فالتيرم تكنولوجي موجوده مره من المرات ان شاء الله هتيجوا الاسابيع اللي احنا بنتكلم فيها اللي هيجي يعني بعد كده ممكن هبقى انا اقعد مع تيمنا واعمل معاهم شات اونلاين او اونلاين كورس. فممكن كده ممكن احنا في مصر حاليا في بعض الاحيان بيعملوا ايه؟ يحطوا شاشه والمحاضر يبقى قاعد في اوضته الشاشه دي موجوده في اربع قاعات عشان ايه؟ عشان يعمل فيديو كونفرنس. طب احنا ممكن نعمل ده اونلاين، بس امتى وليه؟ مع انهي دفعه ومع انهي طلبه؟ نحل مشاكل، فاحنا هنستخدم التكنولوجي في حل المشاكل. فدي موجوده الاهداف والحاجات كلها موجوده، الستودنتس موجودين. يعني لسه موجودين عملنا احصائيات ونتابع مع الطلبه، الطلبه بتخش عندنا طبعا انت حضرتك عارف الموضوع ده. They are يعني far away. فار اواي فمش هيبقى عندنا مشكله نقول ايه لو حطيت حاجه الطلبه مش هيعرفوا يشتغلوا ولا لا زي ويل دو. اه طبعا في نسب، يعني مثلا احنا عندنا ممكن نوصل 70% او 2% يبقى في 20% محتاجين مساعده هنساعدهم، لكن مش هم دول اللي هيوقفوا لي. ايه البلاد مهمه قوي هو حضراتكم اللي هتبقوا مستوى ذا يوزج اوف تكنولوجي ذا ويل يوز اوف تكنولوجي اند هاو تو يوز ده اللي احنا هنحاول نروح نسافر ان شاء الله. طيب مش هنطلع لكم في حاجات اساسيه ان السوس نيد تو بي اكزاكتلي وذ هيومنز ان الانتراكشن شود بي سينكرونس. يعني ايه؟ يعني احنا انا دلوقتي عندي بوسيبيلتي ان انا ممكن اسال سؤال واشوف الاجابات وتبدا تناقش ليه العدد قليل. فاحنا وي نيد ذس عشان نتكلم مع ناس ونشوف الناس بتفكر ازاي، مش كله عمال يخلص وخلاص. لكن في بعض الاحيان هو ايه نعمل كده في اعداد كبيره. فليرنينج نيدز ان انا يبقى فيه اتراكتيفيتي. لو انا مش هقدر اعمله في اعداد كبيره ممكن اعمله بقى ايه؟ اونلاين. ليرنينج شود بي دي حاجات بقى مالهاش دعوه بالاي ليرنينج، بس الاي ليرنينج انهانسمنت. يعني ايه؟ يعني هو السؤال انا مدرس ازاي وانا الطالب يفهم ازاي؟ الطالب يفهم ازاي؟ يعني ده المهم، الطالب يفهم ازاي؟ الاثنين مكملين لبعض. بس لو انا بشرح بطريقه والطلبه مش فاهمين هعمل ايه؟ هغير الطلبه ولا هغير الطريقه؟ يبقى المهم عندنا ان الليرنينج يبقى ستودنت سنتر. انت فاهم؟ اه خلاص انا هشتغل. انت هتبقى مبسوط؟ اه يبقى انا هكمل. لا في حاجه هعمل الطريقه تو اسيبت ليفل طبعا. خلاص؟ الليرنينج شود بي اكتيفيتي دريفن. ودي حاجه يعني من الحاجات اللي اغلب الناس بتقول عليها يعني. يو توك اي ليسن. يو شو مي اي ليرن. يو انفولف مي اي ريمبر. فلو انا بشارك الطلب خليه هو يعمل حاجه بايده طبعا في البيزك ساينس ممكن تبقى واضحه، لكن في الكلينيكال دي اساسيه. في الكلينيكال لو انا قعدت اشرح الطريقه بتعمل كده هتعمل كده هتعمل كده هو ما عملهاش بايده عمره ما هيبعتني صح؟ فاغلب الحاجات لازم ايه؟ في اكتيفيتيز موجوده في الكورس. في فرق بين اقول له حل الاسئله دي وفرق بين اقول له ايه؟ اعمل ريسيرش وريني جبت المعلومات دي ازاي ومنين. حل الاسئله دي هيعمل ايه؟ ملك الكتابه في بعض الاسئله وبعض الاسئله هيبقى شكلها كده. لكن بتقول له خش وبعمل سيرش وجيب حاجات واشتغل في بروجكت وريني هيعمل اكيد هيتعلم اكتر. طيب الطلبه بتوعنا بنسميهم جنريشن واي، ده وورد وايد اللقب ده موجود في وورد وايد. اللي هم مين؟ اللي هم دخلوا على الويب توب بيطلبوه كلهم عندهم سمارت فونز دلوقتي. اغلبهم بيتحرك وعايز يعمل كل حاجه في نفس الوقت، عايز